الاستاذ محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد يا ريت تحطنا في صورة هذا القرار بزيادة اسعار تذاكر المترو. هو النهارده يا فندم صدر القرار بتغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق من صباح الغد إن شاء الله الجمعة 11/5 لتصبح مناطق بنتعامل كمناطق في التحصيل، منطقة أولى بعدد 9 محطات، منطقة ثانية 16 محطة، المنطقة الثالثة العدد 16 محطة، الثانية 16 محطة، وركوب ايضا 3 محطات واكثر في منطقه ثالثه. طيب هنا يا فندم لازم ان انا اشير ان احنا راينا البعد الاجتماعي لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصه وللطلبه، فمثلا ان اشتراك الطلبه 25 محطه يصل مبلغ 33 جنيه خلال 3 شهور، وعدد 35 محطه للطلبه هيصل في 3 شهور 41 جنيه، واسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصه هتصل 25 محطه في 3 شهور 22 جنيه، وفي 35 محطه في 3 شهور هتوصل 27 جنيه. اما بالنسبه لاهالينا من كبار السن فالاشتراك هيوصل في 35 محطه في 3 شهور ب 135 جنيه خلال 180 رحله خلال 3 شهور ايهما اقرب. طيب بالنسبه المواطن العادي غير ذوي الاحتياجات الخاصة وغير الطلبة وغير كبار السن، أيضا إحنا الوزارة بتوفر ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عمل اشتراك، الاشتراك ده هو أيضا بثمن محطات ب 360 جنيه في 3 شهور. طيب هيقف على المواطن العادي التذكرة بكام في 3 شهور في الاشتراك اللي هو الثمن محطات؟ 2 جنيه والتخفيض 33%. طيب المواطن العادي غير ذوي الاحتياجات الخاصه وغير كبار السن وغير طلبه المدارس ايضا في لو اشترك في 16 محطه في خلال الثلاث شهور ب 450 هتقف سعر التذكره عليه 2 جنيه ونص. طيب المواطن العادي ايضا من غير الثلاث فئات اللي انا ذكرتهم ايضا لو اشترك في المرحله الثالثه لعدد 26 محطه بمبلغ 535 جنيه في الثلاث شهور هتقف سعر التذكرة عليه ب 2 جنيه و97 قرش. إذا المواطن الفئات المستحقة للاشتراكات مش مفيش تغيير فيها. خلينا في العادي بقى، التذاكر بقى وضعها إيه؟ نعم يا فندم؟ التذاكر في الوضع العادي أصبحت بكام؟ التذاكر في الوضع العادي لمرتاد المترو العادي اللي هو مش هيعمل اشتراك هيبقى للتسع محطات 3 جنيه وللمنطقتين اللي هي عدد 16 محطة 5 جنيه وللثلاث مناطق الأكثر من 16 محطة 7 جنيه، أما ذوي الاحتياجات الخاصة اللي مش هيعمل اشتراك هيبقى التذكرة ب 50 قرش. ب 50 قرش. عشان كده أنا بنشر من خلال شاشة حضرتك المحترمة برنامج حضرتك المحترم إن جميع الفئات تشترك، الموظفين يشتركوا، الطلبة يشتركوا، هيبقى في نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للمواطن العادي، أما بالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة فعدم المساس في الاشتراكات بتاعتهم هي زي ما هي. يعني نسبة الزيادة قد إيه كده من الوضع الطبيعي العادي اللي كان قبل ساعة؟ هو مش زيادة يا فندم، هو إحنا غيرنا منظومة تحصيل ركوب تذكرة المترو، ده عشان عندنا برضه الساده المشاهدين عارفين احنا ليه عدلنا في المنظومه. احنا محتاجين تطوير عاجل للخط الاول ب 26 مليار جنيه، محتاجين تطوير عاجل للخط الثاني ب 4 مليار جنيه باجمالي 30 مليار جنيه. احنا المترو عنده خساير متراكمه وديون متراكمه تقدر ب 618.6 مليار جنيه، عندنا نسبه عجز في مصاريف الصيانه والعمارات والتجديدات للعامين الماليين 2016 و2017 و2017 و2018 نسبة 94%. طب هل حصل دراسات على ركاب هل حصل دراسات وابحاث على ركاب المترو وقدرتهم على احتمال هذه الزيادات في المرحلة المقبلة في ظل الغلاء ده؟ حصل يا فندم، وحصل ايضا دراسات عن الفرق ما بين تذكرة المترو والمواصلات البديلة، لقينا ان المترو ارخص
ايضا بعده اضعاف من المواصلات البديله. وكان بس اللي عايز اوضحه ثاني بالنسبه للاشتراكات للمواطن، ان هو يعمل اشتراكات مش هيحس بالزياده اللي حضرتك بتقول عليها، لان هو المواطن العادي لو اشترك في ثمان محطات واللي اشترك في ثمان محطات ما حدش معاه 500 جنيه يا محمد، دي ما حدش معاه 500 جنيه جاهزين يروح يعمل اشتراك. انا بكلمك عن المواطن ثلاث شهور يا فندم هتقف عليه ب 2 جنيه يعني مش هيحس بكده. فطبعا يعني لو انا بناشد من خلال شاشتك المحترمه ان المواطنين يعملوا اشتراكات طلبه لو الاحتياجات الخاصه. يعني انت شايف ان الاشتراكات حل جيد في هذه الحاله؟ حل جيد جدا ولن يشعر به المواطن من خلال الاشتراكات. منظومه الاشتراكات منظومه ممتازه، لن يشعر بها الموظف، لن يشعر بها الطلبه، لن يشعر بها كبار السن، لن يشعر بها اهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصه. وليه اختيار يوم الخميس بقى؟ لا مش لسبب معين يا فندم. احنا ارتقينا ان باذن الله نبتدي ان يوم 11 صباح يوم 11 الجمعه ان احنا نطبق المنظومه من اجل الاصلاحات في الخط الاول والتطوير، فكان الفراغ. طيب وهل التذاكر مختلفه على الثلاث مستويات؟ الوان مختلفه؟ التذاكر الوانها مختلفه؟ المرحله الاولى للزون الاولاني المنطقه الاولى اصفر والمنطقه الثانيه اخضر والمنطقة الثالثة أحمر، وموزع في جميع المحطات خرائط توضح هذه المناطق وإرشادات للسادة المواطنين، بالإضافة إلى أن أيضا شركة المترو أعدت أيضا رسائل صوتية من خلال الإذاعة الداخلية تنبه فيها السادة المواطنين وتعرفهم في الفترة في هذه الفترة لهذه المناطق والأسعار والاشتراكات وغيرها من الأمور الإرشادية بالنسبة لهذا المرفق الحيوي الهادئ. في تذكرة عامة زي اللي احنا بناخدها خارج مصر، تذكرة تركب بيها المترو سواء